اخر مره خدت حاجه من ورا بابا وماما كانت امتى وخدت مين اكتر حد على اليوتيوب بتحبي تتفرجي عليه؟ اي لاف يو تيم. انت كمان بتغلط. هو انا اي لاف يو تيم عادي في الاربع ايام دول. انا بقى هخليك بقى تفتقدها الى الابد، وانت كمان هخليك تفتقد الحياه الى الابد. مين اكتر حد على التيك توك مش بتحبي تتفرجي عليه؟ اي لاف ميستر. هو لاف مين يا ماما؟ لاف مين؟ مولو كاتسا باروبي اسكوبرا كاتسا كبوبس كاتسا كاتسو سبرو بدو كمان. عايزكم بقى في الكومنتات تسألونا أسئلة صراحة بجد، واحنا الفيديو الجاي هنعمل حبيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مقلب ضرب نار في دودو. هي بقى عملت لي مقدمه وعملت لي بتاع. تعالى بقى لو هتيجي في المقدمات والجو ده وشغل العصابات، احنا برضو بنعرف نعمل الشغل ده يا دودو. الاخت دي انا جبتها معايا لسبب واحد بس، استعنت بتيمي واقول لكم تيمي هتعمل معانا ايه. تيمي النهارده بطلت المقلب. تيمي از يو از تشالنجي مالنج بالنج اند يو از هيرو فرافيرو. اوكي ايوه دونت، مش فاهم حاجه مني بس انا فهمتها. طبعا ترجمتها على جوجل وعرفتها ان احنا النهارده هنعمل مقلب جامد جدا في دودو. وعايز اقول لكم ان المقلب عباره عن غيره بقى، شغل غيره بقى. المفروض احنا هنلعب لعبه ايه؟ صراحه لعبه الصراحه زي ما اقول لكم تاني. انا استعنت بالاخت دي لسببين. السبب الاولاني سمعتني وانا بكلم تيمي. السبب الثاني استعنت بيها في اللغه الانجليزيه لاني قوي جدا فيها، فهي كانت بتترجم لتيمي يعني. فانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا عشان تعرف بس. ها الحاجه بقى الثالثه، الحاجه الثالثه والاهم في الحوار ده كله، ان دي ملكه استفزاز. يعني لو انا مستفز ايراد، دي مستفزه مليون ايراد، دي مستفزه جدا جدا فوق ما تتخيل. فانا استعنت بيها عشان الاستفزاز بتاعها. والله ما بهزر. فيصل جوه قاعده بتتفرج على التلفزيون، دودو مع ادم في جلسه. عايز كل الناس في الكومنتات تدعي لادم الشفا لان هو النهارده عنده جلسه كده يعني تخاطب وحاجات كده يعني. انتوا اكيد الناس اللي قريبين مننا عارفين، فادعوا له بالشفا ربنا يشفيه. طبعا بقى عايز اقول لكم حاجه كمان، عايزكم بقى في الكومنتات تسالونا اسئله صراحه بجد، واحنا الفيديو الجاي هنعمل يعني سالوني في الكومنتات وهنقول اسم الشخص اللي بيسال وهنجاوب على كل اسئلتكم بصراحه والله في الكومنتات. خلاص اهم حاجه بقى بليز لايك، بليز لايك، بليز لايك. تحيات ابوكم لايك. الفيديو دوت عايزينه يجيب، لو جاب عدد لايكات كتير قوي اقسم بالله اعمل لكم مقلب في دودو اجمد من اللي قبليه. هنستنى دودو لما تيجي من الجلسه ونعمل لعبه الصراحه وهنبدا نجننها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. يلا اول ما دودو يجي نحط ونلعب بقى وشوفوا اللي هيحصل. يلا بينا. كل قد ايه بقى؟ هروح مرتين في الاسبوع. هتعملي الطرحه بس. هروح مرتين في الاسبوع. طب يلا بلاش نعمل مقدمه الفيديو. حلو النشيد ده احنا هنا نضمه في ناس كتبوا ايه النشيد؟ اللي هو بتاع ايه؟ العب العب على الاورج والبيانو. تحيه الجيش ايه الكابتن برد. يلا 3 هنقول ده اللعب اتحدى بس كرسي الاعتراف. ماشي كرسي الاعتراف ماشي. بس انا بس عشان نخلص. طيب بعتالي اقول لها ايه؟ مين بعتالي؟ ايه الدكتوره اللي كنا بنسال ده؟ طب انجزي قولي لها بصور انترناشونال اللي هو طب انترناشونال فيديو يعني. احنا بنصور انترناشونال كده. طيب انت بتصور ده ما ترميش المنديل، روح هات بقى مناديل وخليها جنبنا. يلا روح هات مناديل. يلا يلا كرسي الاعتراف. انا اللي عليك امبارح بالليل. ايوه ايوه عارفه. هو هيبقى اسئله صراحه صح؟ هو هيبقى ده اسمه هيبقى كرسي الاعتراف عشان العنوان يشد الناس. كرسي الاعتراف اللي هو على السؤال دوت هتتسال خمس اسئله. تمام. انا هناخد دور بالدور مش واقف لا هي قاعده هو كده في اسئله انا محضرها على التليفون. تمام. هسال كل واحد فيكم خمس ايه؟ خمس اسئله. انا مش هتسال، انا هسالكم انتوا يعني. انا في انا اللي من قلت الناس اسئله فالناس كتبت اسئله فانا المفروض ان انا كنت يعني انت اللي هتسالنا. انا فتحت لايف امبارح فالناس كتبت لي اسئله على التيك توك فانا حضرت يعني هتسألنا. انا هسالكم بس. احنا مش هنسال. لا انتوا انا هسالكم بس. يعني لو ده الكرسي انت اللي هتسال. هنبدا بايسن بعد كده ناخد تيم عشان تيم عندها شغل عايز تخلصه. ناخد تيم عشان تخلص اسئلتها وتخش وبعد كده نبدا بعد كده جودي وبعد كده ادم بعد كده جودي بعد كده خمس اسئله. كل الاسئله انا مجهزها. قولي لي بس انت ليه بقى مش انت بس عشان وقت الفيديو. وقت الفيديو صعب قوي ان احنا هناخد وقت. هناخد كده وقت الفيديو بقى تقول قوي عامل ايه خمس اسئله؟ خمسه وخمسه 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 يعني 30 سؤال طبعا. انت عمال تقول لي يلا وبقالك ساعتين. يلا طب ادم يلا ادم يلا يا حاج يلا دوم. لا ادم جاب مقاعدي المقاعد كلها. ماشي ماشي يلا يلا جمهم هنا. انا نفسي اعرف مين يدل سجاير من فوق. بص منظر السجاير. يلا 3 2 1. السلام عليكم حبيبنا. عاملين انا نسيت نسيت ايه؟ بقالنا سنتين بنعمل المقدمه يا دول. 3 2
السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، لعبه كرسي الاعتراف. زي ما انتم كنتوا حابين وسالتونا في الكومنتات كتير اسئله صراحه، فاحنا قررنا النهارده ان احنا نقعد كل واحد فينا على كرسي الاعتراف دوت ونساله 5 اسئله، واللي هيجاوب غلط انتوا في الكومنتات هتقولوا لنا شايفين مين اكتر حد كان صريح ومين اكتر حد كان كذاب. فالنهارده لعبه كرسي الاعتراف هنلعبها كلنا ما عدا انا. هسالهم بس، انا محضر اسئله الناس سالوها لي في اللايف امبارح، فهبدا اسالهم الاسئله وهم هيجاوبوا عليها. هنبدا اول واحده بايسل، بس قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تكون كل جديد. النهارده معانا تيمي، هتساعدنا طبعا وهتلعب معانا اللعبه ديت عشان خاطر نعرف عنها حاجات، هي بقت واحده من اسرتنا خلاص، فاحنا عايزين نسال اسئله نعرف عنها حاجات كتير، وانتوا اكيد كمان تعرفوا عنها حاجات كتير. فاحنا النهارده هنسال تيمي نفس الاسئله اللي هيسالوها الناس كتير قوي محضرين الاسئله لتيمي. فطبعا هنشوف دلوقتي، هنبدا بايسل. اول سؤال في لعبه الصراحه، السؤال بيقول لك مين اكتر حد قريب ليكي في الاسره يا ايسل؟ مين اكتر حد قريب ليكي في الاسره يا ايسل؟ بصراحه لعبه صراحه، والناس هتقول بص للكاميرا وانت بتقولي، ما تبصيناش يا احمد. قريب ايه يعني؟ ما تقول لها قريب. مين اكتر حد قريب ليكي؟ بتحبه يعني ولا هي مثلا؟ اه، ولازم تختاري شخص واحد. مين اكتر حد بتحبيه يا لولو؟ قولي، بص للكاميرا وقولي. يلا فكرت ايه؟ خالص الصراحه في ايه يا خالي؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني، مين اكتر حد على التيك توك مش بتحبي تتفرجي عليه؟ مين اكتر حد على التيك توك مش بتحبيه؟ قولي بصراحه. كل واحد كام سؤال يا خالد؟ 5. مين اكتر حد على التيك توك مش بتحبي تتفرجي عليه؟ ماشي بقى. مين؟ قولي اسمه، ما تخافيش، بص للكاميرا قولي اسمه. انت؟ انا؟ بقول لك مين اكتر حد على التيك توك مش بتتفرجي عليه؟ كلنا؟ ايوه بقى عادي. لا لا لا، جاوب بجد، مش بهزر. انت يا ست كبيرة. استنى يا جماعه، استوب، لازم نمسح الحته دي. انت ايه دي صراحه؟ ثواني بس، لا مش حاجه تتمسح. هو انت بقى، انا بقول لك مين اكتر حد بيتحب ما بتحبيش تتفرج عليه؟ قولي بابا، قولي يخرب بيت. لا مش ممكن تقولي بصراحه. احنا بنجيب على ناس، مش احنا، مش اسرتك. مين من الناس اللي بتتفرج عليها على تيك توك مش بتتفرج عليها على فيديوهاتك؟ ايه مش بتحبيها؟ لازم نعمل نمسح الحته دي. لا لا، ركزي. لا ثواني بقى، مش حاجه تتمسح من الفيديو. استني بس، انت بتقولي انا؟ انت قلت صراحه صح؟ يا ست ايسل، قولي لي مين اكتر حد مش بتحبيه على تيك توك؟ قولي اسم. هسال سؤال تاني من الاول، قولي اي اسم حد متفرج عليه ما مش بتحبيه. يلا الاول تاني، قولي اي اسم حد مش بتحبيه على تيك توك ولا حاجه. قولي عم كينج مصر. كينج مصر اللي انا وعينا مش هيزعل. يلا يلا 3. ماشي، مش انت بتحبي عم كينج مصر؟ انا هقول ان احنا كنا بنهزر. يلا 3. بصي بقى للكاميرا. يلا يا ايسل، هنسال سؤال اول، ما تقرب كده عشان خاطر بس البتاع دي. يلا 3 2. السؤال الاول والله انا عاملاه، والله قافلاها خانقاه. هو في ايه لو جبت الدبوس وحطيته؟ والله بص الدبوسه، لا الدبوس للطرحه مش للبتاع. لا ما تعملش الدبوس. 3 2 3 2 1. ايه السؤال الثاني يا جماعه؟ ايس عايز ايس تقول لنا مين اكتر حد مش بتحبيه على التيك توك؟ مين؟ مين؟ عمو كينج مصر؟ عارف ليه وقالي بتتكلمي؟ عارف صوتك بتتكلمي؟ اسال سؤال تاني، عايزك تركزي معانا، عايزك تركزي معانا. اسال سؤال تاني. 3 2 1. ايسل بقى نسال سؤال تاني، قول لنا ايسل مين اكتر حد مش بتحبيه على التيك توك؟ كينج مصر. مين؟ كينج مصر. ايه كينج مصر كنت تخض؟ يا عم احنا اتخضينا، مش ما احنا مش لازم نتنطر. ايسل مين اكتر حد مش بتحبيه على التيك توك؟ ايه ده؟ ما اقول ايه ده؟ احنا اصل انا عملت كده. كل واحد ورد فعله. خلاص يبقى ناخد اي حته ونحطها. يلا يلا نزيد هون. ايه يا عم كينج مصر؟ 3 2 1. يا نهار ابيض، عم كينج مصر؟ ايه ده؟ يا بنت هيزعل مننا كده. طبعا يا جماعه انا بحب كينج مصر، بس هي اكيد في حاجه غلط. انت خالد، خالد يلا السؤال اللي بعده يا خالد. يلا يلا بجد، انت بلد كده بوظنا الدنيا انت. يلا طيب، مين اكتر حد على اليوتيوب بتحبي تتفرجي عليه؟ كل بتوع اليوتيوب كلهم. سيب، عايزين تجاوبي ليه؟ عشان انا خلاص ام الفيديو بقى. مفيش حد من على اليوتيوب ما بتفرجش عليه. مين اكتر حد على طبعا تيمي واقف مش فاهم اي حاجه، عشان لما نيجي تسالي بقى تسيب الانجليزي. مين اكتر حد بتحبيه على اليوتيوب؟ تعلم عربي بقى، ارحميني. قولي مين اكتر حد بيحب يتفرج عليه على اليوتيوب؟ يا بنتي قولي. ايه ده؟ يا ثانوية عامة. طب ماشي، اما تجاوبك ان احنا لا لا، اول مرة بعمل لعبة. مين اكتر حد بتحبيه على اليوتيوب؟ مين اكتر حد بتفكر؟ لا عشان ده سؤال كيمياء ده لهو. مين اكتر حد بتحبيه على اليوتيوب؟ لا غير بابا. مخلصة النت دلوقتي بابا؟ ديانا وروما، ديانا وروما. يلا دودو شبيهة يا عم، انا اللي بفكر. انا عايز اتجاوب يا ستي، انا عايز اتجاوب بعد اذنك. انت مالك انت؟ ما تجاوبي يا ستي، ابوس ايدك. الجو حر. لا تحضر بقى اليوتيوب. مين؟ قولي اسم حد بيحب اليوتيوب بتتفرج عليه على طول.
قولي اسم حد على اليوتيوب بيتفرج عليه على طول. مين؟ خلاص النت. مين اكتر حد بتحب تتفرج عليه على اليوتيوب؟ امنيه. امنيه؟ اه. امنيه القوة؟ امنيه القوة يا جماعه اكتر حد بيتفرج عليه على اليوتيوب. امنيه القوة يعني التفكير محتاج يعني؟ انا مش عارف ايه. السؤال الرابع محتاجه تفكير قوي كده؟ السؤال الرابع، اخر مره خدت حاجه من ورا بابا وماما كانت امتى وخدت ايه بصراحه؟ والاجابه تبقى سريعه، خدت ايه من ورا بابا وماما قبل كده بصراحه؟ شيبسي. خدت دي اخر حاجه واخدها؟ اخر حاجه خدتها من ورانا كان منين؟ خدتها فين؟ من المطبخ. من المطبخ؟ المطبخ؟ حاجاتنا. حاجاتنا؟ اه الشيبسي بتاعي وانا كنت عمال ادور عليه. يعني انت خلصت حاجاتك ودخلت على حاجاتنا. ايوه مفيش امان. انت نصابه بنت حراميه. الحاجه بقفل. السؤال الخامس. السؤال الخامس. في سر. في سر مخبيه على بابا وماما احنا ما نعرفوش بصراحه. في سر مخبيه على بابا وماما احنا ما نعرفوش. في حاجه مخبيه علينا؟ في اي مصيبه؟ يلا قولي صراحه. مفيش ما مفيش مفيش زعل. يلا في حاجه؟ بص لي دلوقتي. ها في حاجه؟ في هو الكرسي مريح قوي كده يا بنتي؟ في حاجه مخبيه قوي وماما مش عايز تقولنا عليها؟ الفيديو خلص عليها يا بنتي. تقريبا كده يا جماعه هنا ايسل كانت يعني هي اللي عامل فيها مقلب الاستفزاز. انا كنت هتشل، انا كان هيجي لي جلطه من البت دي اقسم بالله يا جدعان. قولي الصراحه في حاجه؟ لا يا لا. في؟ انت بتفكر؟ مفيش حاجة خالص؟ اتكل على الله. قوم يا ايسر، قوم يا ايسر. بتفكر ايه اخر مصيبة عملتها؟ يلا تمي تمي تمي. لا يا ادم تمي عشان عندها شغل. يلا تمي. تمي عشان عندها شغل؟ اه تمي عندها شغل. احنا جايين من بره بفرهدة. معلش يلا اسئلة تمي. طبعا يا جماعة انا يعني هي بالانجليزي. ايوه فالمفروض ان يعني مترجمة، يعني الاسئلة مترجمة بالانجليزي. النيل على الفضايح. كنت قلت لي فاول سؤال بيقول و دو يو. بس طب ما انا ما بليز ما فيش حاجه اسمها وو. ايه وو؟ بليز 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 وو دو يو وو دو يو لاف وو دو يو لاف مي وو دو يو لاف وو دو يو وو 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 اسمها وو. طب وو يا رياضة وو وو يلا وو يلا وو دو يو لاف ذا ماست ان يو بس ذا ماست الحقيقة اقول لك ذا ماست ذا ماست خالي دي موست. ايوه بس هي بس انت بتاعتها حقيقيه. بس 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 انا قلت يور. ايوه يور ايه ده؟ انا عشان بار انجلش بسرعه. يلا يعني هترجع من الناس بقى يا جماعه. السؤال بيقول مين اكتر حد في الاسره بتحبيه؟ انا عارف اكيد هتقول. احنا فاهمين يعني. يلا ميستا. انا الله عليك. ماشي يا عم. ايوه تيمي. مش دعوه. على فكره انت بتطلبش منها حاجات كتير. ايوه عشان انا اي لاف يو تيمي اي لاف يو. يعني ما يجوش منك حاجات عشان تحبيني. ماشي ماشي. الله الله جدا. ماشي اوكي. سكند كويستشن. ايه؟ ايوه سكند كويستشن. ايه ثاني سؤال. Did you love someone before؟ Did you love someone before؟ يعني سؤال بيقول يا جماعه حبيت حد قبل كده؟ ايوه يا سيدي يا سيدي. انت اللي حضر الاسئله اصلا؟ لا 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 دي اسئله هي بسيطه. نو. لا. نو. نو. نو 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 شور. تيمي شور نو. نو. خايف. ماشي. What is the best surprise؟ What is the best؟ بس بس والله لحدنا بس والله بس قولي له بسرعة. What is هات انا اقرا لك. What is the best surprise in your life؟ هات انا اقرا. طب يا ريت. لا خليها ايسر. خلي شوف اكتر. What is the best surprise in your life؟ وانا قلت ايه كده؟ يعني يعني الترجمة يا جماعة ايه أحسن مفاجأة حصلت لي في حياتك يعني؟ أحسن مفاجأة حصلت لي في حياتك كده؟ Birthday surprise for Mister. يا ماما وانا لقيت 11/7 قبل عيد جوازي. قبل عيد جوازي. ما تجيبليش انا تورتايه في عيد جوازي. ليه يا بابا خلاص بقى يا جدودو بقى خلاص. يلا المفاجأة. شوفي لما مين وحلو. يلا. مفيش السؤال اللي بعد كده يا جماعة هي يا جماعة قالت إن أحسن مفاجأة بتاعت إيمان اللي أنا عملتها طبعًا. شكرًا يا تيمي أي لاف يو تيمي. بعد كده بتقول السؤال بيقول سي بي في كي
هو سؤال بيقول ما هي مواصفات فتى احلامك، بس السؤال اللي هو ايه يعني ايه سيبيسيفيكيشن دي؟ سيبيسي ودريم وحياه. سيبيسي سيبيسيفيكيشن سيبيسيفيكيشن وات اوف ذس تيمي وات وات اوف ذس بليز سبيسيفيكيشن مين سبيسيفيكيشن 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 اوف يور دريم بوي. يعني ايه ما هي مواصفات فتى احلامك؟ ايوه بقى يا دول يلا تيمي، ما هي مواصفات احلامك؟ يعني ايه مواصفات احلامك؟ عايزه ايه بقى مثلا؟ طول ولا بيوتيفول؟ نو ايه عايزه ايه؟ وات اوف ذا سبيسيفيكيشن اوف افتر سبيسيفيكيشن؟ بقولها جميل. لا بليز بليز تيمي تيل 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 مي وات از سبيسيفيكيشن اوف يور دريم. نو ايه افتر نو جيف مي افتر نو يعني what's the classification of simple connection؟ تقول لي don't worry قولي ما تخافيش قولي what of the هو قال لي نو يعني هتجيبيه هو الابلكيشن بتاعه نازل بنو؟ نو نو قال لي نو what of the physicalization of the classification؟ نو 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 ويز ويز سم مستر سم مستر سم مستر يس يس يا خايفه تقول يا خايفه تقول السم يعني لا ما تقولش يعني انا بصوا على الفن رايك دي معلش ماشي ماشي عادي ما يدورش برده ان هي يعني اقصى احلامك المستر عادي ماشي يا بابا يلا كمل اكتر حد بتحبيه في الاسره المستر مين عملك احسن مفاجاه المستر لوحده اي لاف مستر هو لاف مين يا ماما لاف مين بس انا عارفه انا كده على جنب لاف مين اي لاف مستر ايه ده اي لاف مستر ايه ما ضحكتش ايه ده ايه ده ايه دايما بتجيبي لنا بابا مش كده بتحب الراجل راجل بيظلم منها حاجه مش من حاجه خالص يعني انت خلاص تمام تمي تقولي ان انا اقعد على ام الكرسي ما تجيبش منك حاجه لا انتوا واقفين ليه طب عشان نكمل اسئله لا اي لاف مستر دودو طب عايز افضل سؤال طب اخذوها كده نبقى نكمل بعدين انا سؤال عشان عايزين نكمل الفيديو طبعا انت ليك حاجه تتبسط اي لاف مستر اي لاف مور مستر ماي سربرايز ماي موست فورتيشن موتيشن خلاص اخر سؤال عشان نخلص متعصبه ليه انت انا متعصبه مش متعصبه ما المشكله الست بتحب الراجل يعني الله شكلي كده هرحلك وفي ايه في 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 انا مش همشيها عاد ايه والله عاد ما هتمشي بس والله ما هتمشي احنا متقدمين على السؤال الاخير بس عشان نخلص السؤال الاخير الحاجه بقى هنا وحشتك بقى في الاجازه طبعا طب ممكن حاجه وحشتك ما هي كانت 4 ايام اجازه طب ممكن طب سيبيني بس ممكن تضحك عشان كان مفتقدك في الاجازه طب ممكن نضحك بقى عشان نطلع يلا 3 مش هضحك او مول نضحك كلنا مش هضحك كمل بقى اسئلتك عايز تكمل السؤال جدي اول سيت وان اضحكوا ادم اول سيت وان اضحكوا عشان من بين الناس اللي احنا مبسوطين يعني سوري تيم سوري تيم سوري هو قاصد عليا انا متعصبه عليها سوري تيم سوري تيم يا عيط سوري دونت كراي تيمي لاف لاف مستر لاف سوري تيم جاب هاج هاج اه سوري تيمي سوري خلاص 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 يا اول سيت وان نضحك خلاص يا دود خلاص انت مقبوره قوي والله 3 2 1 قول معانا يا جماعه عايزك تضحك خلاص ما شاء الله عايز تضحك عشان كمان الفيديو بعد كده يلا 2 1 قول معانا يا جماعه السؤال الاخير بقى التمي طبعا عايزك تضحك ايه بقى قصها طب ماشي تضحك مش هضحك ما هحط لك فلتر الضحك ازاي بقى قصها 3 2 قول معانا يا جماعه الاخر سؤال بقى التمي طبعا بعد ما فاجئتنا بالاجابات بتاعتها طبعا دودو طبعا اوافا طبعا مبسوط قوي من تمي عايز اقول لكم السؤال الاخير بيقول وات از ايفري وان فافوريت فود وات از ايفري وات از ايفري وان فافوريت فود يعني ايه اكتر اكله مفضله لكل واحد فينا وات از ايفري فود جودي مكرونه نو مكرونه نو مش مكرونه غلط طب ايسين بيتزا نو لا مش بيتزا مش بيتزا ادم باستا لا مش باستا لا يا تحب الرايس تحب الرز طب طب دودو مكرونه نو مكرونه مكرونه هو انت بتحبش البيتزا غير مكرونه مستر مستر ماشي ماشي انت عرفت محشي دي يا بنت اللعيبه اقسم بالله صح باين كده باين كده عارفه ان انت ما بتعملش محشي وبقى نفسه فيها لا هي سمعتني لا هي سمعتنا في فيديو بجد عملوا لا ايه بحب محشي ايه عارفه ايه عارفه اكيد متابعاني وعارفه كل حاجه عني ثانك يو تيمي ثانك يو فيري ماتش تيمي تيمي
Give me 5 you guineas. You like mahshi? You like mahshi? Hello. طب خلاص طبعا عشان نكمل الاسئله كده يا جماعه زي ما انتوا مستفزه قوي يعني انا بسوي تاني بس مش هكمل الفيديو والفيديو ده مش هيتعمل يلا شوف بقى انت رايح فين يعني مش هتعمل هو ايه ده هو ايه ده دودو فيه تعالى بس انا وقفت الفيديو فيه ما بنزلش والله يا ستي بصراحه ما انا لا ما هي لابس انا بصراحه قالك ايه صراحه ايوه لابس صراحه هو قاعد واحده في بيتي اصلا هو يعني على جوزي انا على جوزي فيه لا انا بس بابا طيب الكلام ده ومش عيب اللي هي قالت ايه بتحبي اكتر حد مين في البيت لا ماشي مش بتحبي المفضل اكتر شخص مستر واكتر حاجه اكله بيحبها المستر المحشي واحلى مفاجاه فروم مستر ايه محدش عبرها محدش عملها اي مفاجاه في حياتها غير حضرتك سوري وكمان بتقول روح انا عامل لها لوحدها هتزعل يعني بعد ما احنا قلنا لها طب كلميه مش قدامها هتزعل طب كلميه تيمي مدام از فيري جود خلاص كده ايه المدام از فيري جود انا محتاجه رايك ورايها مش محتاجه رايك ورايها طب اعمليها احسن من كده طب على فكره انا ما بعملهاش وحش وانا ما كنت بضحك معاها في اول الفيديو ولما كانت ايسر بتتسال كنت بضحك معاها كنت عماله اقول لها مش قدامها يا ماما مش قدامها بجد ايه يعني هو ايه مشكله عشان مش حبيبتي تفضلي مستر هو غمسيه وكليه كمان طيب بلاش هبل انت كده بتستهبلي قوي اي لاف يو تيم انت كمان بتغلط هو اللي اي لاف يو تيم عايزه ايه يا ست الناس بحب ما انا ببادلها نفس المشاعر بتقلق خليك بقى تبادلها نفس المشاعر بقى في الطرب ان شاء الله اوعى سوري تيمي روحت خدي يا شباب سوري يو جود تيمي دونت وري اي لاف يو ده هبل سوري تيمي حسب تيمي لا امي لا ما تخافيش دونت وري انت معايا اقعدي انت اقعدي تيمي دونت وري بسم الله العظيم كمان مره ولا تعملي كده يا سيدي يلا يلا اذنك ما تجيش دعوه بعد اذنك ما سخنه دونت وري بلاش هبل والله ما بهزر ما دام اللعبه بصراحه هي ستقال في الفلبه ويا عالم بقى وانا بره كمان بقى وانا مع ادم بره بقى يا ترى كان في ايه بقى؟ إيه؟ لا انت كده اتجننتي لا كان في ايه بقى؟ لا بلاش هبل والله بقى ممكن مثلا بقى هي ماشيه يا مستر طب بلاش هبل انا بس في البيت والله عيب اي لايك شوكليت بليز جيف مي شوكليت طب بلاش خاطر عيال طيب عيال موجوده عيال لا مشكله بقى ما يديها اي مشكله ما يديها شوكليت ويجيب لها ورده اي لايك مستر خلاص بقول خلاص بقول I like your face طب خلاص ما بهزرش I like your nose ما هتقول لك ايه ما هي بتوصل مراحل ما هي مراحل لا يوم العيال سايبه الناس بتجري على المستر وانا عديتها انت اللي حصل طب خلاص عشان البيزي سوري تيمي يا ماما مش هتقعد لا هتقعد بلاش ما تكملي الفيديو طيب مين صاف البيت وحش ربنا انا رب تاني ها ما كسرتش البيت ده كله على دماغي انا بلعب ولا ده استفزاز ايه مش كده يعني بتحب الرقص دي في دماغها ايه ولا بس ايام سوري بس الدنيا والله البسي يا جميله البسي
عرفت المقالب بتعمل ازاي؟ اعمروه. عرفت المقالب بتعمل ازاي؟ عرفت المقالب بتعمل ازاي؟ على فكرة انت اللي عامل فيها المقلب دي استفزتني في اول الفيديو، عامل فيها مقلب وربنا في اول الفيديو دي جننتني في اول الفيديو وربنا. انت عايزه مني ايه؟ انا عايزه والله مقلب، والله مقلب، والله مقلب، اقسم بالله. انا كتير معايا مايا، اقسم بالله ده كله اتفاق، ده كله محضرين، ده كله قاعدين جوه من التفرقه كله بقى لنا. خد بالك، خد بالك، خد بالك، بس خد بالك. لا لا لا، خد بالك حبيبتي، انت بتعملي ايه تحت يا حبيبتي؟ خد بالك، تمي حبيبتي، خلاص ماي لاف، تمي ماي لاف. تعالى يا جودي، خلاص بقى، خلاص خلاص يا جودي، تمام، خلاص. دو يو لاف ماستر؟ نو نو، دو يو لاف ماستر؟ دو يو لاف؟ ييس. والله ما انا وعاد يا ست، قولي نو. ايه دي كاتمي؟ ثانيه سؤال تاني، كم تاني؟ بس هو في سؤال ده، ثانيه هو ثانيه مغامره ثانيه ثانيه خلاص. Do you love me؟ لا 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 I hate you. No. I hate you. No. I hate you. يعني I hate you. No. I love you. I love you Sammy. خلاص يا دود، والله مقلب، والله مقلب، اقسم بالله. You hate me. No. Sammy love me. No. I love you. لا ده الموضوع شكله بجد بقى يا جماعة. أنا هقول لك حاجة والله. الله يخرب بيت اهلي كاتب يا بنت وين نوم. لا 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 تاني كل نفسه يا جماعه. خلص، حاول بقى اصالحهم المره دي، والله العظيم بجد، اقسم بالله ما تاني، والله ما انا، والله ما انا، والله ما تاني. دخل الثاني هتبقى انت معاها بره. شوف التليفون اتفرج. يلا يا جماعه خلاص، خد نسيت الجهه ده. اه خلصوا بقى القصه بتاعتكم دي عشان دمكم سم قوي. يلا يا جماعه خلصنا، خلصنا الفيديو، دمك سم قوي اقسم بالله. خلصنا الفيديو، شوفوا الفيديو دي يا رب يكون المقلب عجبكم، وعايز كل الناس تكتب في الكومنتات اشربي يا دودو، اشربي يا دودو، اشربي يا دودو، اشربي يا دودو. انت مش طالعه جنازه شكلك. هقول لك على حاجه، عارف انت بتعمل مقلب ليه؟ عشان انت بتلاقي حد يساعدك. انا بقى لما اجيب حد يساعدني هتشوف المقلب اللي على حق. مين بيساعدني بنت؟ تعالى انت، ماما ساعدوك في المقلب اللي فات. فيني خلاص، تيمي بقت معايا في التيم. شوف ليك بقى ثانيه بقى، هنا الدنيا تساعدك شكلك كده. انت قدامي بره البيت ان شاء الله. معلش يلا يا جماعه، ربنا يعجبكم. كل الناس في الكومنتات اكتبوا اشربي يا دودو، بالله عليكم اشربي يا دودو. وكابتن ملك المقلب والكلام خلصان، الكلام على دمار. اشربي يا دودو المقلب.